ذكرى حرب تشرين التي حقق فيها الجيش العربي السوري انتصارات عظيمة على العدو الإسرائيلي الذي كان يسمى أو يقال أنه جيش الدفاع الإسرائيلي الذي لا يقهر، ولكن الجيش العربي السوري قهره. هي فعالية اليوم في نحن طبعا ذكرى للحرب المجيدة، تكريم لأمهات الشهداء، في شهادات شكر وتقدير بهذه المناسبة. هذا التكريم هو نصر لنا كلياتنا، ونصر أنه دماء شهدائنا ما راح تهدر، وتضحياتهم عم نلاقيها من قبل وهلأ وإن شاء الله لقدام، والنصر قريب قاب قوسين أو أدنى إن شاء الله بتضحيات شهدائنا وجرحانا. أحياء هذه الذكرى اليوم وانعكاسها على انتصارات الجيش العربي السوري فيما والتي يحققها على الميدان يوميا، هي ذكرى لإحياء الوجدان السوري الوطني، لإحياء الوطنية، ويستمتع بها الجميع لأنها تنعش هذا الوجدان وتجدد الأمل بسوريا المنتصرة دائما. من روح شهداء سورية الأبرار نستمد روح سوريتنا لتحيا هي وأهاليها المنتمين الأصلاء.